ظل كورونا وطبعا عندك اولاد والدراسه اونلاين، عايز اعرف معاناتك بقى مع الدراسه مع الاولاد، واعرف هم في سنه كام واعمارهم. هي صعبه جدا، انا اولادي عندهم 7 سنوات، يعني 7 و8، هم 2 اسمهم اسماعيل وليلى. الاونلاين صعب جدا شويه لانه اتفاجئنا بيه مره واحده السنه دي، لكن يعني انا بشدد على انه احنا لسه بنتمرن ودي حاجه جديده، واعتقد ان المستقبل كده كده هيبقى جزء كبير منه في حياتنا كلها اونلاين، فاحنا بنتمرن. لكن برضو التواصل بتاع الاطفال مع زمايلهم مع اصحابهم في المدرسه ما بيقتلش الطفوله، فاعتقد انه مهم جدا برضو ان نلاقي طرق ان الاولاد تروح المدرسه حتى لو فترات قصيره زي ما بيحصل دلوقتي، انما احنا متمرمطين ومتبهدلين وبنتربى من اول وجديد وبنتعلم من اول وجديد مع اولادنا، ومضطرين نقعد جنبهم علشان ما يسرحوش يركزوا في الدرس، لان القعده في البيت غير برضو القعده في الفصل الدراسي. يعني في البيت بقى يعني الكمبيوتر والتلفزيون وكده، فمليون حاجه ممكن تاخدهم. بالظبط كده. اخيرا كلمه بقى لكل جمهورك اللي بيحبك في العراق من خلال شاشه الشرقيه، تقول لهم ايه؟ والله بحبهم، يعني اكو حب كبير جوايا لكم يعني، ويا رب دايما افضل عند حسن ظن شعب العراق والاعلام العراقي والجمهور العراقي، لانه دايما بيدعمني ودايما بيشجعني، وبلمس ده من على صفحات السوشيال ميديا، فبحييكم وبشكركم، ويعني اتمنى اني دايما اكون عند حسن ظنكم. يا رب دايما ودايما متعلقه، بشكرك، بتمنى لك كل التوفيق. اشكرك، ميرسي جدا.